عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة. اليوم فيديو مختلف شوي على العادة. تابعوا وشوفوا شدوا رواحكم، ما تضحكوش، تضحكوا شوية. نبدأ بالليمون. هذا الليمون دورانجمون، هو فيه 4 اتجارات، خديناه من جيان ازيور سيتي في الفيديو اللي فات، سومو 79,000 و 900 وظهر لي 90، المهم معناها 80 دينار من الاخر. لقينا كانش نوار اللي في البلان اصغر من هذه، ناقصة طاقة على هذه ب 70,000. اما الحقيقة البلان هكا دركي شني فيها ديتاج وظاهر اقل طرف وسخ، تظهر مسخة برشا، مش هكا البلان بلون مات وشد فيه الوسخ، واني حاجتي بحاجة كبيرة ما عالية. دوك خدينا هذه باش نحطوها وراء باب الكوجينة في بلاصة ما نعملو ديزيتاجير، خاطر كيما تعرفوا ماني دار كري، وماذا بيا ديما كي نشري حاجة ولا نعمل حاجة حتى كان تكون أغلى شوية، ناخذ حاجة نجم نحولها نهار اللي باش ننقل، خير ملي نعمل حاجة سير مزور للبلاصة هذيك للدار هذيك، فهمتوني؟ مانيش ناويين ننقلو، اما هكا التفكير نتاعنا، معناها نزيدو شويه فلوس، مش ديفيرونس كبيره هي بين باش نعملو لوح وتقعد لنا حاجه تنجم تصلح ملتي اوزاج، معناها تنجم تصلح حاجات اخرين. هكا هو عاد بدر ما شاء الله عليه قام بالواجب وضربها بالمطرقه من الفوق، ما حبيتش هكا تشد بالكدا، ضربها بالعصا التالي بالمطرقه باش ما يفزتش البلاستيك، وهذايا باش نحيوه اللي كنت حطيته. ترا وهكا البلاصه هذه باش نحط فيها الحاجات نتاع الماكله الكل. كيف تشوفوا لهنا الخميرة والسكر فاني والفازات هذيك لميتهم في الباني، هذا ديما اللوح راني الباكويت باش هكا تبدالي انظف، وحتى كي نبداو نطيبوا في قط ولا حاجة صغار يسهل عليهم انهم يمدولي ويعاونوني. وهكا تحس ازين، عرفتوا كل باكويت الكل نلوحهم. ومديت لي بانيه هذوما، حطيت فيهم كيكا كيما يجي الحاجات في ساشياتهم، وتمرة اخرى ان شاء الله ننظمهم بالكدا. اغلبهم حاجات شريتهم من جيان، ما كفينيش الوقت باش ننظمهم ونحطهم في الدبابس نتاعهم، دونك مؤقتا حطيتهم هكا. وحابه نعمل ريدو يتعلق معناها الفوق هكا، ريدو يبدا كيما ترانسبارون. ديجا راني بعد ما نظمت هذوك مشيت للسوق نهار لحد هذيا مصوره وشريت ريدو، اما مازال لتوا نركبها ان شاء الله ربي سهل وتوا نوريهولكم. وبالطبيعه باش يكملوا يتعبيو هذوك كل حاجه تشد بلاصتها. وكما شفتوا زادة في نفس الفيديو اللي فاتت، خذينا زادة مرايا وليزاكسسوار نتاعها للسال دو بان، انصامبل سال دو بان. لهنا ما لقيناش الكيس، مكتوب عليها بسبعة قطايع، هذه حكاية 36 دينار كيكا. عنا قداش اللوجة على حاجة بيضة ولا روز ما لقيناش، معناها يمشي بدري يدور في اللي كان كايري اللي قراب للدار، يدور يبعد شويه شيء، ما لقينا حتى واحده بيضه ولا روز، حتى في ام جي حتى في كارفور ما لقيناش. المهم طلعت ناقصه كيس. ولهنا في تركيب هذه بدر ما حبش ينقب الفايونس، هكا علاش عمل لها شقه واحده اخرى لهنا باش ديما ننقبوا في الحوافه ما نفسدوش الفايونس. وكما العادة ركح لي الخيط هذايا، البريز اللي على اليمين يمشي، اما البريز اللي على اليسار اللي فوق الماشينة قد ما يمشيش وما يتصلحش، درش نوصار له. المهم دوك عمل لي هذه الفازة اللي تطول، وهكا باش تبدا بنظافة عمل لها كل اكل بارة هذيك تلصق بسكوتش دوبل فاس راهي من لوطة منها فيها تتشريك كحاضرة من اللي كان كيري، وعدى فيها خيط اخر وعمل لي بريز دوبل بريز اصلا يبدا بحذا الماشينه
تو مرة أخرى نصوره لكم بالجدين إن شاء الله. كان عملت جولة في بعض التغييرات الكاملة في غرفة الاستحمام، ونمشي تو إلى قنبلة الموسم. ماشي باش نطيب الفطور، وما نحكي لكم مش راني مشيت للسوق وقضيت قضيت الجمعة معناها، والشمس والسخانة وتخون دقغي 30 درجة الحرارة، شيلي 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 غير عادي. ما قادر لهنا منيش ركز معهم جملة، نخلي لكم رابط فيديو عملت الكسكسي بالمقادير مكتوب في صندوق الوصف نتاع الفيديو هذيك، واغلبكم تفرجتوا فيه وجاب مشاهدات كبيرة، اللي هو وقت خبز الدراع التونسية وكسكسي بالعلوش. ارجعوا للوصفة هذيك مفصلة اون ديتاي. لهنا ديجاني كتبتهم راهو المقادير اللي عملتهم في الفيديو الاخر، كتبتهم هكي في الكارني نتاعي هذاك، وحاولت نتبعهم خاطر المرة الاخرى عملت 750 جرام، مرة هذي شنو نعمل رطل اكها. المهم يا سيدك تبعت، ورغم كيكة الماكلة تبدلت بال مش كيما الطيب في اللينوكس، كيما الطيب في شو اسمه هذا في الفخار. راد سيدي بديت مفلتي، تاخذوش عليا راني توا قاعدة نمنتج في الصوت بعد السحور، ذيك هو لازمني نمنتج. باهي يا سيدي كريتوها الأوبراسيون هذي، لازم نعملوها. أول ما نشريو الطنجرة نحطو لها زيت، أنا حبيت نحط زيت زيتون، تنجمو تحطو أي زيت تحبو عليه، طريف زيت يغلي 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 لين يسخن بالكدا بالكدا، باش هي الطنجرة تشربك الزيت، راهو على قد ما يغلي على قد ما تشربو. بعد ما شربتو كل حبيت ندهنها لكلها، هي راهي ما قتليش خالتي آمنة اللي تبيع في الفخار، وعليا هذه تنجر الكسكيس خديتهم من عند عليا اللي بجنبها، صورتهم لكم ديجا. ما قالوا ليش ادهن بالزيت، فما امراه اخرى قالت لي ادهن بالزيت، فهمت؟ دونك دهنت كل شيء. اني بالنسبه لي اللي راهو الفخار هذاك عزيز وغالي، ما تتصوروش قديش نحب نستحفظ عليه، دونك قلت خليه بزيت زيتونه وندهنه ونستحفظ عليه. وما نحكي لكم شو الحق قديش نحبه يقعد لي، وما نحبوش يشقق ولا يصير له حتى شيء، هيك علاش ما ياخذ الاحتياطات الكامله. اي المهم المنيو نتاعنا قلت لكم كسكسي بالعلوش، الطنجره اللي على اليسار والطنجره اللي على اليمين. شنو نعمل؟ شوربه تشيش بالعلوش، عندي برشا ما طيبتهاش ونحب هني شوربه تشيش بدا فيها هكا شويه علوش، بنينه بنينه على الاخر. لهنا باش نختارك الحميد فيهم بزيد عظم، باش نقص منهم طريف الحم، وكل العظميت نرميهم في شربة الشيش باش يفوحوا. والكسكسي حاولت نخليله بزيد هبرة، وكيما تعرفوا استانستوا بيا ديما نحب نستغل الفرص، والحاجة نحبها تقعد لي نهارين، معناها نتعشاو منها يعاودوا يفطروا منها الصغار، ونعاودوا نتعشاو منها نهار اخر نلقاها هكا رزق حليل. ما شاء الله كسكسي بالعلوش يقعد لي حتى لثاني النهار، ويني شيخ عامله جو وما نطيبش. شنو نعملوا كسكسي بالعلوش هكا هو؟ خذيت الخرشه في زيادة، الحزمتين بدينار لقيتهم في السوق، نحيت له الريوس نتاعو. راجل فاش تعمل تو امشي؟ لا ماشي كتير كتير كتير. ها ديش بي اه 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 كيما شفتوا مجد محفلها ويعمل لي في الجو. قال لك ماما تقلك ولا حاجه من التطيب، خل نبدل لها الجو. مازال الجو مع مجد راهو غير ما تفدوش برك. المهم اكل خرشه في ذيك، هو راهو مره قد يبدر، هذا مش الخرشه في الخرشه في الاصلي اللي نلقاه في القلعه الصغيره، هذا ولد عام وكفينو بارابورو هو، ما نتفكرش شنو سماهولي. اما راه الخرشه في الاصلي ناخذوه في القلعه الصغيره بكل شوك، مش نرمال بكل شوك، ويقلق على الاخر في تنظيفه. هذا فاش تعمل دو انت؟ ها ها هذا فاش تعمل هاد
مين الغدا؟ كان ماشي في بالكم كها ولا ميل لا غير كها قلت يزم التصوير. صبيت لهم راه حليب بالجراندور وكل شيء وقعد الحليب على الطاوله. نلقاه يصب وحده في الصحفه بعد ما كمل صحفته يصب في حليب اخر وصب الدنيا الكل وزقزق الدنيا. واني وقت ما مش نصور مخي وقت في المصحان وفي التنظيف. اما ما شاء الله عليه معناها نهارتها شيخني بالعميل. أي سيدك لهنا نرجع للوصفة نتاعنا اللي كما قلت لكم ما قادر تلقاوها في الفيديو الأخرى. أنا جست حابين نشارك معكم الفازات اللي صاروا لي. حطيت الحم بعد ما غلي الماء، احنا ذيك طريقتنا في تطيب الكسكسي بالعلوش، نغليو الماء الحم نفوحوه من الأول وكي يغلي الماء نصب الحيمات والحم ذا بينا نخليه كيكة سويعة يشربك اللفحات الكلها. لهنا ما قلقتنيش جملة تنظيف الخرجف ولا ولد عمو، كانش في اخر كعبة اخر كعبة معبية بالشوك راهي تجرح معناها دقني الشوك في اخر كعبة. شوفوا سبحان الله كعبت كلهم رجلين وقت اللي قلت يا محليها الخرجف هذا سهل ما دقني في اخر كعبة. اما اللي باللطف باللطف البنة نتاعو للي ما يعرفوش، اكيد برشا منكم تعرفوه، البنة نتاعو تشبه للقنارية. فهمتوا لهنا حبيت نوريكم فازة هذية كلي تتعلق شريتها من عزيزة وحاطة ذيك البلارة حاطتها كمقدمة على الرخامة باش الرخامة والباب ما يتمسخوش وهكا نهبط الوسخ ديريكت ياسر براتيك وتعاون في فازة التقشير. اي سيدك الخرجف نمصمصوه بالكدا بالكدا بالماء خاطر يقعد فيه تراب راهو، ونحطوه يغلي وحده في كسرونه وحده معناها في الماء، نغطيه عليه نجم نزيدوه شويه ملح كان حبينا ونخليوه يطيب وحده. نمشي للكسكسي، حطيت الرطل حطيت الزيت والعود اهم حاجه في الكسكسي بالعلوش يفوح ياسر، وصبيت الماء لين هكا يبدا مرنخ شويه وغطيت عليه لين يشربك الماء ذيك. بدنا نقشر في البصل، البصل الربعي هذه خذيت الحزم تي نبدي النار. ديما نقول لكم كي تمشيوا في اخر وقت في السوق الاسبوعيه، مشيت نص النهار ونص ولا ماضي ساعه ونص، ظهر لي نص نهار ونص مشيت وقت سيء. الناس تحب كل شيء باش تار السوق، البصل الربطه في بلاصه بدينار يوليو رابطين بدينار. فهمتوا كيكا كل شيء كل شيء رخيص بالكدا. اني بطبيعتي راني نمشي مخر مش على حاجه خاطر نهار لحد الصباح نقوم نقضي قضيتي نركح اموري بعدها نخرج نقضي. لازمني نبدل الحكايه، لازمني نولي نمشي نهار السبت الصباح. احنا على هنا السوق نهار السبت ونهار الاحد، لازمني نمشي نهار السبت الصباح حابه نخلط شويه على الفريب كان سهل ربي خاطر نهار الاحد في اخر وقت ديجا تلقى الباليت الكل سكروا وباعوا روح. كان خضره تقعد شوي تقعد معناها الخضره. المهم يا سيدك يا بن سيدك هنا باش نجرب الكسكاس. ونحكي لكم مش قايمه في رمضان نجرب في اخر وقت. مش في بالي بديت الخامسه معناها عندي ساعه ونص قبل شقال الفطر، ماشي بالي باهي. وراو عندي صديقتي عندها قناة هي لمسات أم الوليد قالت لي كوثر رد بالك لازمك تبدأ على بكري إذا باش تطيب في الطنجرة والكسكيز. قالت لي راو صارت لها نفس الحكاية، ماني جات تطيب ياخي الماكلة ما حبتش تطيب خاطر ياخذ أكثر وقت. وكمل عادين تلهيت نقشر في الخرجف اللي هو راو متشوفوش الفيديو مسرع راو ياخذ برشا وقت في تقشيره. ونحكي لكم مش أذل المغرب تشيش طاب هاو كيما تشوفوا فيه طاب بعد المغرب بربع ساعة كيكا. استربي عنا ذيك الشربة اللي بالكروفيت ماني سخنت عيني وبدر كليناها وصغار مازالوا شبعانين. دونك لهنا حطيت لهم الشيش بالعلوش والكسكسي مازال ينعس.
كنتش مصدقة عمرها لا صارت، ما كنتش باش تصدق الوقت اللي حضر فيه الكوسكسي. بالحق لاني كنت نجم نعدي الحكاية وما نقولش ما نجمش في الاخر، ما نجمش نعدي لكم حكاية كما هكا وما نقول لكمش. المشكلة هي راهو مش في الطنجرة والكسكسي هكاهو، المشكلة اني ما حطيتش الكوسكسي من اللول، تلهيت نعمل في الخرجة في حقني حطيت الكوسكسي من اللول، ما كنتش نسخة الكوسكسي باش يطلب برشا وقت على باش يفور. نسخة الواكي كان نص ساعة تو يفور. الكسكيس نقب نتاعو ما همش برشا وزيد تسدو كي تجي كلها تجي مع بعضها، وزيد اني حاطه كشوليقه هذيك اللي قصتها وبلتها راهو على اساس باش ما تخليش الفابور البخار يطلع يتحسر ويخرج من الكسكيس. نورمالمون راني عملت سميد وماء باش هكا تلصق فم ونورمالمون المره الجايه معني ذوما الحاجات اللي باش ما نغلطش فيهم، المره الجايه تنحط كمغارف تحت الكسكسي ولا فازت مغارف وفراشت تحت الكسكسي باش نقب نتاع الكسكيس ما يتسدوش، اغلبهم تسدوا دو فاسون البخار قعد طلع شويه هيك، علاش الكسكسي حبت له ساعتين ولا قداش باش طاب الواحد، وزدته ماء خاطر الفابور مش البخار مش قاعد طالع له بالكدا، زدت كاين عملت له معناها رشه ماء اخرى باش طاب. شوفوا هذه 8 درجين الكسكسي الفوقاني طاب، معناها قول من 7 ل 8 درجين اكثر من ساعه باش طاب، فهمتوا؟ نحكي لكم مش على احاسيسي ومشاعري وقتها. اللحم طاب زبدة والبطاطا زبدة وكل شيء هيل وبدر مسكين رانا ما قعدناش جعانين، راهو باش تبدا الامور واضحه، ما قعدناش جعانين، كلينا الشوربه ذيك اللي بالكرفيد. بدر عمل من الاول شمها قارصه الحكايه عمل وحده بريكه كالكبيره ديجا الشوربه والبريكه الكبيره، الحمد لله يا رب شبعنا، ماني نحكيو على شبع شبعنا. اما تستنى في كسكسي بالعلوش وبالخرشف والروائح اللذيذه هكا طالعه ما شاء الله كل شيء وما تاكلوش، فهمتوا؟ بدر قال لي خلي ما قص عليه وكامل الغدا، قلت له ليه سيده وحطيته حطيته وقت اللي تيبي بالمهم احنا ما نجعانين معنا هكا هو يا سيدي. كيف بنسيدك لهنا اكتشفت اللي نقب نتاع الكسكيس مسدودين، واني مش فاهم شبيه معناها ضرب اكثر من ساعة باش طاب. ما نعرفش راهو خاطر اول مرة راني نطيب بيه وما ما نعرفش، ما الحقيقة ما جيش البالي هذا الكل نسخة، خاطر النار راني مانيش منقصة فيها، النار ماني حاطة تقوية دوك هكا واحد يعيش ويتعلم واللي باش يجرب يطيب في البخار هكا كي يتفرج على الفيديو يبدا عارف روحو واش قادم على شنو قادم، معني اذا باش تطيب وطيب مثلا اللي نجم يطيب يبدا من الصباح حاجات كيما هكا، مش يمشي للسوق ويقضي نهار كامل ويخلع ويجلع ولا وزيد تقيلت بعد السوق خاطر روحت مغمى عليا من السخان ومن الشمس قيلت، وبعد ما قيلت قمت نخمل في القضيه اللي قضيتها نتاع الخضره والغله ونظفت الكوجينه ومسحتها نحكي لكم مش خمسه بديت نطيب. المهم لهنا اكتشفت اللي الصوص ناقصه طماطم، باش نخليكم مع الصوت الحقيقي. طماطم ها طماطم معجونه زيت لا علي لنا بدر كيما سمعتوه تصدم مسكين خاطر هو جاي عمل طاله راهو على اساس الكسكسي، قال لي زيد طماطم معجونه راهي ناقصه، قلت له لي سي بون ما نزولت زيت الهريسه وكا وباش تحمر على اساس حسبتي مريقلة كل شيء مقيد وكل شيء مريقل، اما التطيب في الفخار مش كيما التطيب في الينوكس يعني تشرب اكثر ولا ما نعرفش شنو صار، المهم الحسابات حاجه والمنظر حاجه اخرى. هيا سيدك ولد كي المراه المليحه
نعمل في صوص اخرى ترقيعيه. قلت هي خليت الليله مش باش تفرق، ماني كان نزيد ربع ساعه اخرى صوص طماطم، انت طماطم معجون لازم على القليل ربع ساعه ماني باش تبدا طايبه، فهمتوا؟ اي حطيت الزيت، حطيت الطماطم معجونه، حطيت صبيت الماء، زدت هكاك ثلاثه لحمات زيد باش تطلع ديك فيه، وحابش اللحم ما كيسايب شويه المطعم نتاعو، زدت شويه ملح وشنو اخر ولا هريسه هكا مغارفة هريسه خاطر طلعت من غير لون الكوسكسي. حايت 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 فين تفكر يغمى عليا برا بركو بدر هز روحه وخرج من الكوجينه، مشى يتكى في السهره مسكين ما اهتمش تحملش الصدمه ماني يستنى هو كيما قلت لكم مش جعانين، اما نحبوا الكوسكسي فهمتوا، خاصه بالكوسكسي بالخرشف بدري يحبوا على الاخ. مش اخا نكتافك وبخوك ها الرقيع سورتها اني نقشم باش نوري اخطائي. هي طلعت بنينه منتي تحبها حمرا. بالحق لتوا لاني مصدقه ماني شقان الفطر الستة ونص وين نسقف الكرسي الثمانية ونص بالحق عمرها لصغرت هذيا في حتى دار نتصورها هاكم اللي عمركم ريتوه اليوم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كل شيء مجدي كما يقولوا. شوفوا كالصحونة، شوفوا كالجمال، شوفوا محليهم 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 يهبلوا. هيا سيدك حطيت الكوسكسي للصغار خاطر اقل هريسة واقل حرورية، حطيت لها مكيكة، قعد اشتري الكوسكسي باش نحرحرو ونوززو بالصوص هذيك ليلي اني وبدر. وكيما نعرفوا الكلنا الكسكسي بالعلوش بنا على بنا وبالخرشف عنده بنا سبيسيال بنا اخرى معناها جو اخر مش كيما الكسكسي بالعلوش العادي بنا اخرى. القلاع صغار ياسر معروفين بيه ديما يحبوا يطيبوه دونك بالحق بنين كتجربة اللي عمره ما جربوا هكا كتلقاوه ننصحكم جربوه حتى مرة معناها للي عمره ما جربوا. اكيد برشا منكم يعرفوه اما نتصور فما عبيد ما تعرفوهوش. احنا في دارنا ما كناش نطيبوه معناها ما كناش كي سالت ماما قالت لي مره بعد قديش كانوا يطيبوه اميني ما نتفكرش جدي كانت تطيبو جمله دوك عرفته من بدر. اي صحن اخيرا تحط صحن بدر بالحيمات وبخرشوفات وبشوية الحمص اللي فيه هكا سيبو صحن باهي معتبر وبنين برشا راهو. يا مونة شنو رايك في الكسكسي؟ مجود كسكسي بنين شنو رايك في الكسكسي؟ بنين قدو شنو رايك في الكسكسي؟ فلما اقترب رسول الله من المدينة زال عن كعب الكذب الذي فكر فيه وعلم أنه لا ينجو إلا بالصدق، فعزم على أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل رسول الله للمدينة بدأ بالمسجد وجلس. ما نعرفش علاش في التصوير الكسكسي ظهر أصفر لكن هو في الحقيقة مستحمر يعني مش أصفر، عبيته بالفلفل الأحمر والهريسة. المهم يا سيدك نمشي وراني هذيك الكل كنت نجم ما نصوروش وما نعديوش وما نوريكمش وما نظهر لكمش الأخطاء نمشي هذي النهار الثاني. أي عملت بريك عملته إني البريك النهار اللي قبله بدر هكا ركحه من غير بطاطا معني شو استعمل العظم وحتى مصلت المشوية حتى فيه جابنين برشا وموتزاريلا وطن وكل فازت هذوك سهلين معني من غير ما تقعد سمط بطاطا باش ما يضيعش الوقت. خذيت لهنا جاب لي بريك دياري حطيت له البطاطا والسبنيخ والبصل هذيك كيما شاركت معاكم في اول نهار في رمضان هذيك هي الخلطه اللي نعملها وزدتها الموتزاريلا والطن بدري يحبوا كيكه معناها مش مخالط في الحشوة كحطيت له كيما حب وزدت الزيتون. هنا حبيت نثبت الزيت سخون بما يكفي ولا لا. يا اخي بدر قال لي حط ارمي شويه من الحشو البطاطا كي انتشت شراو سي بون
زدت في اخر لحظه الهريسه العربي ورميت البريكيد وراني نهارين ذوكا ماني فهمتش بيني كل شيء دخلته بعضه. شوف البريكه مازلت كرميتها راهو وديريك طايحه نقلب فيها علاش ما نارش ما فهمتش نزرب ولا شنو الحكايه ومالي صبر او الوقت مش ماني ما عنديش حاجه باش نعمل. جست حطيت الكسكسي في الفور، الكسكسي كي نسخ البيت معناه نسخنه في الفور نغطيه بالبابي كويسون يجي فيه واحد برشا خير من اللي نعملوه على الفابور يبدا كاينه ملكز ولا كيفنا. المهم بدر اوغزمون انقذ الموقف، جاي هو ركح البريك هذيك ولا راني هردتها وقلت لكم نهارين هذوك تعديه ومش نورمال يعني ما نعرفش كل حاجه نجي نعملها ندخلها بعضها ولا ناخذ فيها برشا وقت. مش ديما الحياه كل شيء مديق كل شيء بنين كل شيء بالتكات والحركات مش ديما. فما متتبعه اسمها الزهراء قالت لي وينهم التكات والحركات؟ الله غالب وخايتي الله غالب، مش كل يوم كل نهار وقسم كل نهار والمود نتاعو الله غالب هذيك حد الجيد ماني مش كل يوم كل شيء بنين كل شيء تكات وحركات. هو بنين راهو الكسكسي جاي بنين بنين برشا اما ما جاش في الوقت في الوقت العادي ماني نتاعو جاي مخر. الله غالب هذيك اش كتب شنو تحب نعمل ما كفانيش الوقت نهار تخرجت وقضيت ودرت ما نجمتش. كنا راهو على اساس باش نبدل كوسكسي بحاجه اخرى خاطر الوقت خفت ما يكفيش. واما بدر قال لي سيد توا دخلت لي في مخي كوسكسي كها ومن بعد قال لي كيما تحب ولي تعملت الكوسكسي هذيك غلطه حقني بدلت عملت مرقه بالدجاج ولا اي حكايه وما نخاطرش. المهم حطيت الفخار نتاع سجنين الكل، حطيت البريكيت هذوك الصغرونين للصغار والزوز الكبار للي هاني وبدر. هذيا معني كنت نجم نوريكم هكا طاوله من الاول عرفتوا نوريكمش التعاسه نتاع النهار اللي فات. والتشيش راهو جاي بنين 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 على الاخر. تنحاول نكتب لكم المقادير نتاع التشيش بما اني في الفيديو الاخر اللي فيه الكسكسي ما فماش التشيش ياسر فيه واحد التشيش بالعلوش. نودكم وما نشهيكم يا جماعه النهار الثاني هذيا اتعدى ابرك معناها النهار الثاني نقصد من الكسكسي اللي هو يطلع رابع يوم في رمضان. المهم الكسكسي وفين نمشي عشان نخليكم فيديو بلاش تحلية ايه لازم تحلية ولا على الاقل هكا فكرة نتاع تحلية. كنت تفكروا الكنافة اللي بقات لي ذيك شوية مش برشا ما تعملش حتى صحن فوق الغاز كيما طيبته المرة الاخرى وليت باش نعمل هكا حاجة صغيرة وفرد وقت تبدأ بنينة. ريحته بالرحاية هذيك كي العادة ديما عاملة فيا الرحاية هيا سيدك وليد هي عكس نهارين هذوك سبحان الله مش كاتب كل شيء يبدأ مسهل ولا اني منيش قاعدة نفهم في الحاجات ولا منيش عارف شنو صار. الحمد لله النهار اللي بعدهم سافا الحمد لله هاني قاعدة هذا النهار اللي بعدهم قاعد نمنتج لكم فيه دونك نحط ربي الفيديو اللي بعده باش تجي سفاره. المهم يا سيدك قلت خليه بشويه بشويه نقسم شطر شطر نرحي شطر الاول هكا ولات ما شاء الله ترحي عجاجه وشطر الثاني وحده وكيكه بالهداوه كل حاجه بشويه بشويه. المهم الحاجه اللي باش نستعملها لازم هكا تكون مرحيه مقصوصه تريفات صغار باش تشد لي الفورمه اللي نحب عليها. وراني على فكره عمني وعملت كنافه الفنجان تتسمى بالكيس تاخذ شويه وقت هي انا راهي عندها بنة سبيسيال ان شاء الله نتفكر نخلي لكم الرابط نتاعها فيه وبنينة. هي فيديو جربت فيها ثلاثه انواع كنافه فرد فيديو واكثر حاجه عجبتني هي الكنافه الفنجان عندها جو سبيسيال خاطرك صغرونه وكل كعبه وحدها وتشرب اكثر شحور وحشوها معناها وحده ان جو سبيسيال. باين لهنا حبيت نعمل فازه كيما التخت كيما شفتوني معناها قعدت ننزل عليها بيديا من الوسط هكا تبدا مستويه ومجنبات نخليهم طالعين جنبات. مازالت سخونه الكنافه بعد ما خرجتها من الفور نحط لها الشحور بارده
شحور لازم يكون بارد. نفس الشحور اللي عندي قديم عنده برشا، وشحور تلقاوها الطريقة معروفة، عملتها برشا مرات. مثلا تاخذ زوز كيسين ماء عليهم زوز كيسين سكر، تحطهم كيما هما في الكسرونة، ما تحركهمش، دوب يبداو يغليو. تعمل عصرة قارص، شطر كعبة قارص مثلا، وكها لهنا طيبت كريمة. عندي كريمة فانواز ربحتها وقتها من عزيزة، أكل فاست هذيك خربش وربح على 75 دينار قاضية. طلعت لي كريمة ساشي، كريمة صغيرة وكعبة قفرت صغيرة بالكل، هاني لقيتها. قلت يا خليني نستعملها خير ما لي توفى الداتا نتاعها، واني في العادة ما نستعملش الكريمة الحاضرة، نعمل كريمة وحدي بالنشي ونزيدها حاجات. ديجا مشاركة معاكم برشا مرات الكريمة اللي نعمل فيها. باهي زينتها، هي كريمة ذيك كما تشوفها خضرة بالنكهة الفستق، وزدت كعبية فستق من الفوق. مطعمها مش كيما الكنافة العادية، خاصة لهنا بردت راهو هذية من غدوة الصباح. كملتها خاطر في الليل سيك او تعبت. 4 كعبيتك هاو طيحت لي. كيما تشوفوا زينتها، شوية كريمة شوية فستق، وجونا لوكس لوكس. الكريمة راني حبيت نخليها تبرد وبعد نعملها بالبوشادو يجي هكا فازة مزيانة، اما الصغار حبوا ياكلوا وقتها، حليت في عينيهم الكريمة وحبوا ياكلوا. اعطيتهم اللول يذوقوا شوية كريمة، يا اخي من بعد يحبوا يزيدوا. وليت قلت لهم نكملها فرد مرة كيما هي، وكلوا كل واحد كعبته. الكريمة الفازة الوحيدة اللي فيها، في بلاصة مثلا ما هو كاتب لي نحط نص ايد حليب 500 مللتر، حطيت 300 مللتر اكهو، يعني بريسك شطر باش ما تبداش جارية، خاطر حاجتي بحاجة خاطرة باش كي نحطها على اساس نحطها في البوشادوي تبدي لي خاطرة ونجم نتحكم فيها. كيما قلت لكم نورمال ما نخليها تبرد ومن بعد نحطها في البوشادوي اذا نحبوا نعمل هكا فازة حركة، فهمتوا؟ بالبوشادوي تبدا مزيانة. مش مهم، المهم الفايدة في البنة كما قولوا، وهما حبوا ياكلوا مش كمية كبيرة، معناها هي كل واحد كعبة. وليت حطيتها لهم كما هي، شيخ عليها عجبتهم. ان شاء الله الفيديو بيكون شك بيزار شوية. علي نشوفه في بقية اليوتيوب بيزار شوية لما حاله، وان شاء الله ما تكونوش فديتو. وقولوا لي معناها كانت حبوا، ما نحبطش كي تبدأ هكا حاجة دخلت بعضها والدنيا كليت بعضها والمقادير دخلوا بعضهم ورصت نزيد ونلفق ونرقع. كان ما تحبوش نوعية الفيديو تذيك من المرة وما نعديها، مش نولي نفسخ اللي صورت ولا نبطل تصوير. دك سادي بو منكم بتوما، هل تحبوا تشوفوا الأخطاء باش ما تعملوش كيف وتردوا بالكم منهم كيف ديو تجربوا، وإلا ما نعديش نوريكم كان الحاجات الباهين هكا. قولوا لي انتوما رايكم بكل صراحه، خاطر ان الحقيقه كنت نتفرج نشوف كان في فيديوهاتي كلهم كل شيء بارفي، كل شيء مريقل، كل شيء معناه مائدات ملكيه. مش كل شيء الحقيقه، مش كل شيء، ليه فما عبيد اللي يوريو نورمال معناه عاديين، هذيك هو معناه يوريو حاجات كاينها واقعيه، فما حاجات مبالغ فيها. هما احرار بالطبيعة، ما قولوا لي نتوما جمهوري العزيز شنو تحبوا. كلمه جمهور هي كلمه تابعه اليوتيوب، يعني ذيك هو الببليك اللي يتفرج فيك، ذيك هي الكلمه معناها. المهم يا عائلتي اليوتيوبيه يا اعزائي، قولوا لي بالحق نتوما شنو تحبوا. نورمال هكا نهبط لكم حاجه هكا، ما نحبش خاطر اني نفلم ونقول لكم ليه راهو طلع كل شيء مليق، كل شيء بيه، كل شيء ما نحكيش على الوقت وفازيت. ما نحبش حاجه صارت ما نجمش نتعدى، لازمني نحكيها نفرغ فيها قلبي، نحكيها كيما هي باش تقعد ذكريات كيما هي. الغالب ذيك هي تركيبتي. تم قالي كان باش نشكركم على حسن المتابعه، وكان وصلتوا لهنا بالحق راكم نتوما اوفياء وابطال قويين قويين على الاخر. ربي يخليكم ويحفظكم وبالسلامه، شاهية طيبه.